أولا ملف التوحد وملف هذه الأمراض النادرة، كان السيد رئيس الجمهورية أعطى الأولوية للتكفل بهذه الملفات. بالنسبة لملف التوحد في عمل كبير يتم، وهناك لجنة على مستوى الوزير الأول متشكلة من كل القطاعات الوزارية المعنية مباشرة ومن المختصين وأيضا من فعاليات المجتمع المدني اللي راهي تعمل على إن شاء الله تكون في إجراءات جديدة إن شاء الله فيما يتعلق بالتكفل بهذا الملف إن شاء الله. وإحنا اليوم يعني نحيي السيد الوالي لأنه شد اهتمام كبير بهذه الفئة هنا على مستوى الولاية وخاصة من قبل المجتمع المدني، وأيضا المبادرة اللي قام بها السيد الوالي في أننا اليوم كنا في محطة مهمة جدا هي توسيع المركز النفسي البيداغوجي لتكفل بعدد كبير من الأطفال.